اهلا وسهلا بكم طلاب الاعزاء، طلاب المرحله الثانيه في قسم علوم الجو. معكم مدرس ماده اساسيات الثرموداينامكس سمها خالد. ان شاء الله اوضح محاضره رقم 5. تعرفون بسبب ظروف البلد فيروس كورونا، ان شاء الله نتوفق واكون يعني يكون الشرح واضح وسهل. نبدي على بركة الله. بسم الله. الفقرات اللي راح تتناول هذه المحاورة هي قانون الغاز المثالي والصيغة المستخدمة الأكثر شيوعا والعلاقات اللي تربط بين طورين لغاز مثالي، الطاقة الداخلية وبعض الأمثلة والحزرات. نبدي. بسم الله. قبل ما نعرف الغاز المثالي راح أنطيكم نبذة سريعة عن العلاقات المستخدمة للربط بين متغيرات الثرموديناميكية اللي هي الضغط، الحرارة، الحجم وكمية الغاز. هذه المتغيرات حتى أربط بينها راح أسوي تجارب، طبعا هو مو أنا مسويتها بس أكو علماء مسويها طرق تجريبية استخرجوا من عندها هذه العلاقات. اللي صار شنو؟ ثبتوا متغيرين، غيروا المتغير الثالث وشافوا تأثير هذا التغيير على المتغير الرابع. راح نشوف هسه القانون الأول اللي هو قانون بويل، اللي هو راح يوضح لي العلاقة بين الضغط وبين الحجم. ينص هذا القانون على أن حجم كمية معينة من الغاز إذا كانت الحرارة ثابتة، هسه إحنا عندنا كمية ثابتة والحرارة ثابتة، هذا الحجم راح يتغير بشكل عكسي مع الضغط. أوكي، إذا نجي نطبق هذا الكلام راح يصير ال V يتناسب عكسيا مع 1/P، لأن عكسي سوينا 1/P. هذه العلاقة التناسبية، إذا أسويها علاقة رياضية راح يصير P في ال V يساوينا C، C اللي هو الكونستانت، أي أن هناك علاقة عكسية. هذه الـ P والـ V إذا أخذنا الحالة الابتدائية والحالة النهائية، اللي هي الحالة الابتدائية راح نمثلها برقم 1، والحالة النهائية أو الحالة بعد التغيير راح تكون رقم 2. فهذه العلاقة ممكن أن تكتب بحاصل ضرب P1 في V1 راح يساوي لحاصل ضرب P2 في V2 وهكذا. أوكي، فهذه العلاقة معناها أن حاصل ضرب القيمة الابتدائية للحجم في الضغط راح تساوي لي حاصل ضرب القيمة بعد التغيير للضغط مضروبا في الحجم. أوكي، إذا نسى أول علاقة هي علاقة عكسية بين الحجم والضغط. أوكي، نجي على القانون الثاني، قانون تشارلز، اللي يعطي العلاقة بين الضغط، عفوا بين الحرارة والحجم، بين الحرارة والحجم اللي راح نثبته هو الضغط و كمية الغاز. فإذا إن حجم كمية معينة من الغاز عند ضغط ثابت راح تتناسب طردي directly، تتناسب بشكل طردي مع الحرارة المطلقة. فإذا V يتناسب مع T. أوكي، نقدر نكتبها V على T تساوي C اللي هي constant، وبنفس الطريقة نقدر نكتب V1 على T1 تساوي V2 على T2 تساوي V3 على T3. إذن هسه العلاقة طردية بين الـ V و الـ T، بمعنى أنه إذا زادت الحرارة زاد الحجم وإذا قلت الحرارة قل الحجم. أوكي، القانون الثالث هو قانون الجيلوسك لو، اللي يربط للضغط مع الحرارة. ينص هذا القانون أن الضغط لكمية معينة من الغاز عند حجم ثابت يتناسب بشكل طردي مع الحرارة. إذن أكو علاقة طردية بين الحرارة والضغط، أي أن P على T يساوي constant و P1 على T1 يساوي P2 على T2. إذا تريدون تعرفون هاي P على T ليش صارت، هذا هو P. إذا نحول علاقة التناسب إلى مساواة فراح كأنما نقسم P على T راح يساوي لي constant. أوكي، القانون الرابع قانون أفوغادرو، اللي هو يعطيني العلاقة بين الحجم وكمية الغاز اللي هي عدد المولات.
إذا معناها راح نثبت الضغط والحرارة. فينص هذا القانون إنه هناك علاقة، هاي علاقة طردية بين الفوليوم وكمية الغاز. لما يكون الضغط والحرارة ثابتين، وننتبه إلى فقرة، بما أنه الحجم عندي متغير فلازم تكون الحاوية أو الكونتينر اللي تحتوي هذا الغاز تكون فلكسبل أو مرنة، بحيث ممكن تتمدد أو تنكمش. وعليه هناك علاقة طردية بين V وال N، أي أن V على N تساوي كونستانت. هذا يعني أنه النسبة بين حجم الغاز إلى كميته راح يكون نفسه إذا بقى الضغط والحرارة ثابتين. إذن V1 على N1 يساوي V2 على N2 ويساوي V3 على N3 بنفس الطريقة. أوكي، إذن هسه صار عندنا ثلاث علاقات عندي. علاقة مراجعة سريعة، عندي علاقة عكسية بين ال V وال T، عندي علاقة طردية بين ال V وال T، وعندي علاقة طردية بين ال P وال T اللي هذه هي تهمني. راح أحصل من هذه العلاقات الثلاثة هذه العلاقة اللي هي V تناسب مع T طرديا، عكسية مع P، و T مع ال P طرديا. إذن إذا زادت الحجم زادت الحرارة وقل الضغط، وإذا زادت الحرارة زاد الضغط. عليه إذا أخذنا الطرفين في وسطين، PV على T يساوينا كونستانت أو كمية ثابتة. وبنفس الطريقة راح يكون P1 V1 على T1 يساوي P2 V2 على T2، وهكذا. اللي هي القيم الابتدائية والقيم بعد التغيير. هذه العلاقات من أدها نقدر نستخرج الغاز المثالي أو الايديال غاز لو. فيقول هذه القوانين أو العلاقات راح تفترض أن الغاز المقاس هو غاز مثالي، غاز يتبع بعض أو يخطئ، يعني يتصف ببعض الصفات. ولكن نقول خلال مدى واسع الحرارة والضغط والفوليوم، الغازات تميل ديفيت شوية، تميل أو تنحرف عن صفات الغاز المثالي. ولكن حسب أفوغادرو اللي هو قلنا ال V يتناسب مع يتناسب طرديا مع كمية الغاز إذا ثبتت الحرارة والضغط، حسب هذا القانون علماء الكيمياء قدروا يحصلون على فد صيغة للغاز لعناصر الغاز والكتل مالتها. هذه الصيغة هي قانون الغاز المثالي اللي هي PV يساوي NRT. راح نجي نتطرق لها بالتفصيل هسه هذه المحاضرة. اوكي، الغاز المثالي نجي عليه بعد ما شفنا العلاقة مالته. شنو هو؟ هو غاز يتصف ببعض الصفات. أولا، جزيئات الغاز لا ترتبط بقوى داخلية بينها. هذه الميزة اللي تجعل أنه ماكو ارتباط بين الجزيئات تجعل التصادم بين هذه الجزيئات مرن. All collisions are elastic. التصادمات كلها مرنة، بمعنى أنه أثناء التصادم جزيئات ما تفقد من طاقتها الحركية، راح تحافظ على طاقتها الحركية. كذلك جزيئات الغاز المفردة ليس لها حجم، بمعنى حجمها صفر. ليش؟ راح نفترض أن جزيئات الغاز هي جزيئات متناهية في الصغر، بحيث نسميها تتصرف كأننا تصرف الكتل النقطية، كتل نقطية صغيرة متناهية في الصغر، فممكن نعتبر أنه كأنما ليس لها حجم. أوكي، حتى نتعامل مع الغاز المثالي راح نطبق معادلة الحالة
على هذا الغاز، وعندها راح يسمى بقانون الغاز المثالي. هذا القانون تم اكتشافه بطرق نظرية أو بطرق تجريبية، مثل الطرق اللي رأيتكم إياها قبل شوية، اللي هي يشوفون يثبتون متغيرين يغيرون الثالث ويشوفون تأثيره على الرابع. هذه الصيغة الشهيرة لقانون الغاز المثالي PV يساوي MRT. الR هو طبعا ننتبه إلى الوحدات، الضغط يقاس بالباسكال، الV أو الحجم بالمتر المكعب، الR ثابت الغازات العام أو Universal Gas Constant اللي هو 8.3145، انتبهوا للوحدات جول على مول على كلفن، والتي بالكلفن. نجي على الN. الN هي number of moles، عدد المولات وليس عدد الجزيئات. شنو الفرق بين عدد الجزيئات وعدد المولات؟ الجزيئات هي عبارة عن ذرات مرتبطة مع بعضها البعض، مثل جزيئة ماء أو يعني water molecules. جزيئة الماء تتكون من ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين. إذا نريد نحسب عدد الجزيئات مع الماء في كمية معينة، مثلا إذا نريد نقول وش قد أكو جزيئات في هذه الحاوية، راح نقيسها بوحدة اللي هي يسموها عدد المولات أو المول. فواحد مول من الجزيئات أو جزيئات الماء راح يساوي لي فد ثابت مضروب فد ثابت يمثل لي عدد هذه الجزيئات. فنقول واحد مول من الماء يساوي 6.023 × 10³³ جزيئة. فإذا المول هو كمية معينة من الجزيئات، والجزيئات هي ذرات، تتكون من ذرات. أوكي، أحد الصفات الأخرى اللي يتميز بها الغاز المثالي أن يكون غاز أحادي، جزيئة أحادية. يعني شنو جزيئة أحادية؟ يعني كل جزيئة من جزيئات الغاز المثالي تشتمل على ذرة واحدة فقط، single atom، يسموها monatomic. monatomic هي أحادية الذرة. لكن إحنا مثل ما نعرف بالغلاف الجوي بالحقيقة يكون عندي الجزيئات عبارة عن أكثر من ذرة، مثل ذرة الأكسجين، جزيئة الأكسجين تتضمن ذرتين، وجزيئة النيتروجين أيضا تتضمن ذرتين. فهذه يسموها ثنائية الذرة أو دايتوميك. فبهالحالة طبعا عندي غازات أخرى تكون ثلاثية الذرات، مثل CO2 ومثل الأوتري. CO2 عبارة عن ذرة كربون وذرتين أكسجين، والO3 أيضا عبارة عن ثلاث ذرات أكسجين، يسموها ترياتوميك. فإذا الجزيئة الأحادية الذرة يسموها مونوتوميك، الثنائية يسموها دايتوميك، والثلاثية يسموها ترياتوميك. الغاز المثالي لازم يكون مونوتوميك أو أحادي الذرة. أوكي، كذلك بالنسبة للطاقة الحركية اللي تمتلكها الجزيئات، بالنسبة للغاز المثالي، الغاز المثالي راح نشوف هسه بالمحاضرة إيش راح يمتلك طاقة حركية. بالنسبة للغازات الحقيقية، الطاقة الحركية اللي يمتلكها ثلاث أنواع. النوع الأول هو translational kinetic energy، الطاقة الحركية الخطية، اللي هي الطاقة اللي ناتجة عن حركة خطية من جسم صلب، إضافة إلى الطاقة الأخرى اللي هي الروتيشنال كاينتيك إنرجي، الطاقة الحركية الدورانية، والطاقة الحركية الاهتزازية أو الفايبريشنال. إذن الغازات الحقيقية تمتلك ثلاث أنواع من أنواع الطاقات الحركية. أما الغاز المثالي راح نشوف أي نوع بهذه المحاضرة، أي نوع يمتلك من أنواع الطاقة الحركية. طبعا بغض النظر عن أنه الغازات بالغلاف الجوي الحقيقي هي غازات أحادية، غير أحادية، ولكن احنا ممكن نقول تقريبيا أنه ممكن أن تتبع صفات الغاز المثالي
وعليه يمكن تطبيق معادلة الغاز المثالي على الغازات الموجودة في الجو. أوكي، هسه راح نجي على الصيغة المستخدمة الأكثر شيوعاً في من قبل المختصين في علوم الغلاف الجوي. المعادلة اللي نعرفها إحنا الغاز المثالي هي PV يساوي NRT. إذا جينا قسمنا هذه المعادلة كلها على V فراح يصير P، والV راح تجي هنا فراح يصير N على V R T. أوكي، هسه نجي الطرف الأيمن نقسمه على الطرف الأيمن نقسمه على المولكيولار ويت. شنو يعني مولكيولار ويت؟ يعني وزن جزيئي. فراح نقسمه على تقسيم، يعني مو بس تقسيم، يعني هو في M على M، يعني كأنه مالين حتى تكون نسبة واحد. أوكي، هي هذه M على M، بس رتبنا الحدود إحنا ضربنا في M على M، فراح يصير M N على V R على N مضروبا في T. أوكي، بالنسبة لل M على V مثل ما نعرف إنه الكثافة هي كتلة على حجم، طبعا هذا عدد مولات، فالكتلة على الحجم، الكتلة هذه هي، هاي مو كتلة، هذه M، هذه مولكيولار ويت. ال M أو المولكيولار ويت مضروب في عدد المولات راح يساوي لي الكتلة اللي هي ال M، يعني بمعنى M small اللي هي تمثل لي الكتلة راح يساوي لي المولكيولار ويت أو الوزن الجزيئي مضروبا في عدد المولات. فإذا عندي M على M N على V، هاي ال M N هي M small، فالكتلة على حجم راح تمثل لي الكثافة اللي هي الرو أو الدنسيتي. إذا عرفنا R على M اللي هي ثابت الغازات العام على الوزن الجزيئي أو المولكيولار ويت، راح يظهر لي ثابت غازات ولكن هنا آخر يسموه سبيسيفيك. طبعا تتذكرون أنتم أنه إن أخذنا المتغيرات الثرموديناميكية لما نقسمها على ال M راح تكون يعني بمثابة سبيسيفيك. فهسه عندي هنا الغاز ثابت الغازات العامة قسمة على الام راح يكون specific gas constant اللي هو يسموه R prime. فهسه عندي هذه صارت R prime، هذه صارت رو، المعادلة راح يصير P يساوي لنا رو في R prime في T. هذه هي صيغة رقم 2 من معادلة الغاز المثالي. ثابت الغازات الخاص مو العام، ثابت الغازات العام طبعا يختلف من غاز إلى غاز. ليش يختلف؟ لأن مقسوم على الوزن الجزيئي لكل غاز معين، لهذا كل غاز له ثابت غازات خاص يختلف عن الآخر. نجي نكمل استعراض الصيغ للغاز المثالي. إذا أخذنا نفس الصيغة السابقة ولكن دي دراي اير، شنو يعني دراي اير؟ يعني هواء جاف ما بي بخار ماء. فراح يكون الار برايم راح نسميه ار دي، الدي كناية عن دراي، راح تكون دراي. الار دي شلون نطلع؟ الار دي هو عبارة عن ثابت الغازات العام اليونيفرسال غاز كونستانت اللي هو ار مقسوما على الوزن الجزيئي للهواء الجاف. الوزن الجزيئي او المولكيولار ويت للهواء الجاف يساوي 28.964، وراح اعطيكم مثال نحله شلون نعرف او شلون نوجد الوزن الجزيئي لغاز جاف او لهواء جاف، طبعا باستخدام بعض المعلومات. فراح نطلع القيمه او القيمه المعطاه هي 28.9. اذا نجي نقسم ثابت الغاز اللي هو الار كابيتال نقسمه على المولكيولار ويت اللي هي 28.9. للي ما يعرف راح أطلع لكم قيمة الغاز، أنا تطرقت لها بالبداية، هذه هي الار ثابت الغازات العام، هذه القيمة راح نقسمها على قيمة الوزن الجزيئي فراح يطلع لي الار دي اللي هي راح تساوي لي 287.1 جول على كيلوغرام على كلفن. أوكي، ويعتبر رمز ار دي. فإذا هاي الصيغة الثالثة للغاز المثالي هي P يساوي رو مضروب في الـ RD في T. أوكي؟
زين، نجي أيضا أكو نقدر نحول هذه المعادلة إلى هذه الصيغة اللي هي P ألفا سوينا R D في T. الألفا هي شنو؟ هو specific volume. هذا يقول ممكن نحول هذه المعادلة بصيغة specific volume. الألفا هو specific volume. من كلمة specific شنو معناها؟ معناها الفوليوم مقسوم على الكتلة. أوكي، فراح نشوف هالسراويكم. هاي ما موجودة عندكم بالمحاضرة، كانت وفتها الرو اللي هي هنا موجودة هي عبارة عن شنو؟ هي كتلة على حجم. أوكي، مقلوب الرو هي V على M، فأي كمية ال V اللي هو الحجم مقسوم على الكتلة ينطيني specific volume اللي هي ألفا. فهنا البي إذا قسمناها على رو، يعني هنا راح يصير راح يجي هنا مقلوب الرو، يعني بي في واحد على رو، واحد على رو هو ألفا، يصير بي ألفا يساوي لنا آر دي مضروبا في التي. أوكي، هسه بعد ما تعرفنا على الصيغ المختلفة للقانون قانون الغاز المثالي، راح نجي على علاقات مفيدة تستخدم لمقارنة غاز واحد ولكن بطورين مختلفين. هنا يقول two states of an ideal gas. أوكي، هذه المعادلة الأخيرة اللي توصلنا لها قبل شوية بس كانت مو بدلالة أعتقد الـ R. كانت بدلالة الـ R دي. إذا نشوف مكان الأر دي راح نكتب R prime، فراح يصير P ألفا على T، مجرد بس ترتيب حدود راح يسوي لي R prime. ليش خلينا R prime؟ ليش مو دراي؟ لأن إحنا دا ناخذ غاز معين، arbitrary gas، غاز تم اختياره، فلازم ناخذ specific gas constant أو ثابت غازات خاص. أوكي، هسا عندي إذا أريد أقارن متغيرين ولكن طبعا لنفس الغاز ولكن بحالات مختلفة، الR هو ثابت سواء لطور معين من الغاز أو طور الآخر، فعليهم على أساس هذه العلاقة راح أقدر أستنتج علاقة اللي هو P1 alpha 1 T1 اللي هي الحالة البدائية للغاز، وهنا عندي الحالة النهائية للغاز بعد تغير الطور، صار تغير بالطور مثلا أو تغير بالحالة في حالة الغاز، يعني بمعنى أنه راح يصير تغير بهذا الغاز هو نفسه يبقى ولكن الحالة مالته هي اللي راح تتغير. فعلى أساس هذه العلاقة P1 ألفا 1 على T1 يساوي لي P2 ألفا 2 على T2. إذا تريدون طبعا لتسهيل العلاقات اللي راح نستخدمها هسه لاحقا تقدرون تضربون طرفين بوسطين فصير P1 ألفا 1 T2 تساوي P2 ألفا 2 T1، ومن عندها راح نطلع المتغيرات اللي راح نريد نطلع قيمتها بعد التغيير. نأخذ مثال يقول هنا نفرض أن غاز تم تمديده إلى ضعفين حجمه الأصلي، الأوريجينال فوليوم كان مثلا واحد، من تمدد صار ضعف حجمه صار اثنين. منو ثبتنا هنا بهذا المثال؟ يقول الضغط بقى ثابت، فباستخدام هذه المعادلة يمكن أن نطلع هسا عندي منو عندي ضغط ثابت حجم متغير أريد أطلع T، فإذا إيش راح نقول؟ راح نقول T2 على T1 راح يساوي لي P2 ألفا 2 على P1 ألفا 1. هذه هي المعادلة T2 على T1 يساوي P2 على P1 ألفا 2 على ألفا 1. البي ثابت فما راح نخلي هنا اي قيم، الالفا 2 صارت 2 ايش قد كانت؟ 1. طبعا هاي كنسل، ف اذا التي 2 الى تي 1 راح يساوي لي 2 الى 1، بمعنى انه التي 2 راح يساوي لي 2 تي 1، يعني راح يصير ضعف. طبعا هذه العلاقه معناها انه اذا الحجم زاد ضعفين الحرارة أيضا راح يزيد ضعفين، بمعنى أنه من القوانين اللي طرقنا لها قبل شوية بالبي دي اف علاقة الحجم والحرارة علاقة طردية.
أوكي، نجي على المثال الآخر. عندي غاز، الغاز زيدنا الضغط مالته إلى 4 أضعاف، أوكي، وبقينا الحرارة ثابتة، شو راح يصير بالحجم؟ شو راح يصير بالحجم؟ من هذه العلاقة اللي نعرف راح نطلع الحجم ألفا 2 على ألفا 1 يساوي تي 2 على تي 1 وبي 1 على بي 2، أوكي؟ الحرارة قلنا راح تبقى ثابتة، ما راح نعوض بها أي شيء. البي 1 كان 1، إيش قد صار؟ 4 أضعاف، 1 إلى 4، أوكي؟ هذا شنو معناه؟ معناها ألفا 2 راح يساوي 1 على 4 من الألفا 1، يعني الحجم راح يصير ربع الحجم الأولاني. معناها شنو؟ معناها الحجم تناقص، وهذا طبعا شيء يؤكد أنه علاقة الحجم مع الحرارة هي علاقة الحجم مع الضغط هي علاقة عكسية، يعني إذا قل الحجم زاد الضغط والعكس صحيح. فهنا إحنا لما زيدنا الضغط إلى 4 أضعاف الحجم تناقص إلى تناقص مقدار ربع قيمته الأصلية، أوكي؟ أوكي، نجي على المثال الأخير. المثال الأخير راح نغير متغيرين ونشوف شو راح يصير من متغير الثالث، مو بس يعني ما ثبت ولا متغير. يقول إذا ضغط الغاز زاد إلى 6 أضعاف، بمعنى أنه الـ P1 1 والـ P2 6، نشوفون هنا الـ P2 6 والـ P1 1. زين، شنو راح نغير بعد؟ راح نغير الحجم. الحجم راح يتناقص إلى 1/4 its original size، يعني ربع الحجم راح يتناقص إلى ربع قيمته الأصلية، بمعنى أنه الـ P1 إذا كان الألفا 1 إذا كانت 4، الألفا 2 راح تصير 1، تتناقص إلى الربع، بمعنى أنه ألفا 2 على ألفا 1 تساوي لي 1 على 4، أوكي؟ لأن تناقص عندي، الألفا 1 كان 4 صار 1. فبتطبيق هذا القانون نريد نعرف شنو راح يصير على الحرارة. فتي 2 إلى تي 1 راح تساوي لي 6 إلى 1، اللي هي تغير الضغط كزيادة وتناقص الحجم إلى الربع. نختصر راح تطلع لي القيمة 3 على 2، 3 على 2 هي نص، يعني تي 2 تساوي لي نصف تي 1. إذا أريد نطلعها بنسبة مئوية نضرب ونقسم على 100، فإذا 1.5 في 100 راح تطلع لي 150%. فهذا معناه أنه إذا الضغط زاد 6 أضعاف قيمته والحجم تناقص إلى ربع حجم الأصلي، فإنه الحرارة راح تزداد بمقدار 150%. أوكي، هذا فيما يخص العلاقات اللي توضح لي أو تربط لي بين المتغيرات الثرمودينامية لحالة معينة، يعني حالتين مختلفة ولغاز واحد.